شكرا الزميل هشام الخلسي. أصدقائي المشاهدين متتبع الجزيرة الرياضية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا استاد كمالندو، الملعب الجديد للتيبي مازيمبي في لقاء ذهاب لنصف نهائي الشامبيونز ليغ الافريقي. لقاء سينطلق في لحظات. هذا رئيس مازيمبي مويز كاتومبي الذي غير في سنوات كثير من شكل الفريق. هذا الرجل الذي يعتبر الوالي هنا المحافظ في اقليمي ومقاطعه كاتانغا، نجح في الانتخابات 90% ويقولون في الكونغو انه رقم قياسي على مستوى عدد الاصوات في تاريخ الكونغو الديمقراطي. هذا الرجل قلت الذي غير الكثير من تشكيله مازيمبي باستخدامه كثير من النجوم، حتى اللاعبين اللي يلعبوا في البرتغال مثل اللاعب كالابار رينفورد الزامبي اللي جاهم من فريق اونيا وليريا، ثم عندنا لاعب اخر جاء من فريق تريزور مابي بوتو للنادي، لكن سانتا علي السماتا اللاعب التنزاني 20 سنة. الاجواء ساخنة جدا هنا في استاد مازيمبي، القمة لا تحتاج الى تقديم. نصف نهائي الذهاب مباراة وتأهل سيلعب من مباراتين، ولكن ضرورة ان ممثل كرة تونسية الترجي الرياضي يتعامل بشكل جيد الليلة وهذه الأمسية هنا في استاد الجديد استاد كمالندو، باعتبار أن ماتشات 2010 كانت في استاد آخر استاد لا كينيا. هذا ملعب يتسع 18000 متفرج، ابنه الرئيس كاتومبي على حسابه، وهذا نجم الفريق تريزور مابي بوتو 41 هدف، هو الهداف التاريخي للكؤوس القارية. الترجي الرياضي التونسي بهذه الأسماء بخيارات الكوتش معلول يلعب أكثر الحذر ويلعب أكثر ورقة الدفاع في الشوط الأول في انتظار الانقضاض على الفريق الكونغولي في الشوط الثاني. ترجي العاصمة ترجي تونس يلعب معز بن شريفية على اليمين، سامح الدربالي على اليسار، خليل شمام وسط الدفاع، وليد الهيشري وبن منصور وسط الملعب. هنا الجديد الراقد المولي التراوي العواضي أفول وجوزيف ياني كنيانج. الترجيين في كل مكان حتى في قلب القلعة هنا في استاد كامالوندو في مدينة لوبومباتشي اللي كانت تسمى سابقا مدينة اليزابيث فيل نسبة للملكة البلجيكية. هي الثاني أكبر مدن الكونغو بعد العاصمة كينشاسا. هنا الكابتن خليل شمام مع النجم بوتو، مباراة التسع نجوم باعتبار أنه تسع لاعبين اليوم في استاد لوبومباتشي سيكونون على قائمة الاختيار لأفضل لاعب في افريقيا 2012. نحكي على رباع الترجي يوسف المساكني، وليد الهيشري، هاريسون أفول، جوزيف ياني كنيانج، وخماسي مازيمبي اللي هو طبعا سونزو اللاعب الزامبي القادم من شاتورو الفرنسي، رينفورد كالابا خذوه من اونيا وليريا البرتغيز، ثم عندنا مابين بوتو، علي السماتا، وايضا خامس الاسماء اللاعب جيفن سينغولوما لاعب منتخب زامبيا بطل افريقيا. فريق خليط بين منتخبي زامبيا والكونغو الديمقراطيه، اذا اعتبرنا جغرافيا ان مقاطعه كاتانغا ومدينه لوبومباتشي هي تقرب الى لوزاكا عاصمه زامبيا اكثر من قربها لكينشاسا عاصمه البلاد. مباراه لا تحتاج الى تقديم، مقابلة الأعصاب، مقابلة الهدوء بالنسبة للاعبين. في الأخير مازيمبي فريق قوي من أحسن فرق أفريقيا، ولكن ليس البارسا والريال، ما همش ميسي ورونالدو. وبالتالي الترجي الرياضي التونسي مباراة والذكرى السيئة لمن عاش كابوس الخمسة هي مباراة ثارية، وأنا أقصد الهيشري مساكني التراوي الشمام بن منصور. ننتظر مباراة جيدة جدا من ممثل كرة تونسية. الترجي يختار في نصف نهائي قاري جديد الطريق والبوابة للنهائي هو تسجيل هدف اليوم في استاد الجديد لكامالوندو في مدينة لوبومباتشي، وأيضا الصمود على المستوى الدفاعي. ندرك جيدا في أرقام أنه مازيمبي اللي يحاول يأثر نفسيا على الترجي. لا تنسوا أنكم ترجي العاصمة كبير 1919 بكل التجارب والخبرات. مازيمبي أربع مرات بطل إفريقيا، له كل الاحترام، ولكن الكرة عنوان الصمود، عنوان ان تكون رجل. ورجال الترجي اليوم ان شاء الله يكونوا في الموعد. كرة القدم هي بروح الاجتهاد وهمة الرجال، والنصر سبب الجهاد والعبرة بالاعمال يا بن شريفية.
تنطلق المباراة في لحظات. كيديابا 36 سنة حارس التوبويسان مازمبي ترجي في ماتش 85 افريقية. لو كسبينا كل الارقام والاسماء وبعض ملاحظات باش نركزوا كان على الكرة. نومان دياز ديزيري احسن حكام القارة السمراء. اللحظة على بركة الله ننطلق في نصف نهائي الذهاب. الاهلي ينتظر في النهائي من اتمناها بدعوات خالصة من عرش القلوب ان تكون للترجي الرياضي التونسي. مباراة الذهاب تنطلق في هذه الكرة بهذه اللحظة. تنطلق للتو بويسون القوي مازمبي. اربع مرات قلت بطل افريقيا. هي مباراة بين بطل افريقيا الحالي حامل لقب الترجي هو بطل افريقيا في 2009-2010 مازمبي. حذر من الكرة الطويلة. لابد ندخل في الماتش على طول. يلزم ان تخرج في دخول الماتش الراقد. هيا ركز لي عادك بس روحك زي من رخفة. والكرة ترجع للترجي الرياضي التونسي. كرة طويلة اليوم الاخطاء ممنوع. اليوم الاخطاء ممنوع. جويل كيموكي. انا نقرا شويه سمعت الكابتن يوسف الزواوي والكابتن بن شيخه في الاستوديو انا نقرا ايضا مباراه انه معلول يحاول بهذا التمشي الضغط على نقطه قوه مازمبي وسط ميدانه. عندهم يا حبيبي سونزو وكالابا وديو كاندا سينغولوما قدامهم بوتو. فريق قوي برشا وسط ميدان. لذلك الترجي يلعب اكثر الشكل واضح 4-5-1. ثم قوه الفريق الكونغولي في راي او الاطراف لكلوار عنده الظهير الايمن جويل لاعب اريك كولوكوتا. ثم على اليسار جون كاسوسولا. الاثنين هذم يطلعوا برشا. اليوم التعليمات واضحه. الشمام دربالي فماش طلوع. ثم وسط الميدان للترجي مطالب بالتغطيه على الاطراف الباكات نتاع مازمبي. وان بوتو في متابعه رقيبه لسيقه ورقابة لسيقة ممكن تمنع الفريق الكونغولي من التنفس. لابد ان يختنقوا اليوم كرويا. ترجع الكرة لهاريسون افول. هاريسون افول يرجع الكرة للترجي. انا ابقى متفائل كما هي العادات. مازيمبي ليس البرسا بكم خايفين. والكرة ترجع لمعشر الترجيين عن طريق البلاك ستارز. هاريسون افول يمشي الراقد حسين يحط كرة لشمام. شمام وسط الميدان باش نماركيو. يمشي شمام. شمام يرجع بالكرة العواضي. العواضي الدقائق الاولى اللمسات الاولى تريح الفريق. يمشي بالكرة هاريسون افول. واحدة من وحدات التاريخ هي البلاك ستارز. هاريسون يعني كنيانج من التيران. غريب هذه الصورة ما عرفش انا الامور قانونية ولا تفهمش الكورة فين وما تفهمش التيران كيفاش مرسوم. لا تيران بيسبول لا رجبي لا كريكت انا ما فهمتوش. ترجع كورة في الميدان. يعني هما صرفوا الملعب الحقيقة روعة. وصلنا بوفد الترجي الملعب روعة. لكن يظهر لي عليك شوية الدهن بخلوا شوية في الأخير. أنا مش معقول هل هذا قانوني معنى الملعب في شكله بهذه الطريقة أو بهذا الرسم للملعب. دعنا من رسم الحدود دعنا من رسم الخرائط. الآن الترجي يرسم طريق لنهائي الشامبيونز ليج ويرسم بسمة على شفاه الملايين. مازيمبي صفر الترجي صفر. يضغط الترجي بريسنج عالي. ترجع كرة الترجي يانيك ميانج. يمشي الكامروني هذا ترحق. هنا تخلص الليلة تخلص فلوسك يا الكامروني. يانيك جوزيف نيانج. يمشي هاريسون افول. هاريسون افول شكون عنده الكرة وينك؟ وينك يا الترجي العاصمة؟ ترجع للراقد. اضرب يا الراقد سدد. واحدة من الراقد لركنية. الترجي الكبير هنا في استاد لومبومباتشي في مدينة كونغولية. كرة من حسين الراقد. باقي من حسين الراقد 3 دقائق. ترجي يحاول يفاجئ يحاول يباغت يلعب هو بداية بالهجومات. الترجي بمن حضر يوسف لوغران صياد الأسود سيلعب في الشوط الثاني لاصطياد مازيمبي. لو تمشي معانا نتيجة في الشوط الأول ما نخرجوش خاسرين. ترجي بإذن الله يطمح حتى في الفوز لما يدخل يوسف لأنه هما سيندفعوا ونحن سنكتشف في الممرات. يمشي شمام كرة خطيرة ترجع للترجي الرياضي التونسي. كرة ترجع من سامح الدربالي. سامح الدربالي كرة بعيدة للراقد. رد بالك الآن من رولانس. رد بالك من الروبلي الدفاعي يا الترجي. خطا على الراقد خطا على الراقد. نومان دياز ينبع عليه من الكرة. الراقد يسقط للرواق اليساري باش يغطي مع شمام. يدخل في الرواق اليمين نكولو كوتا. فريق يلعب كرة نظيفة عنده وسط ميدان قوي هجوم نعترفوا به قوي برشا لكن عنده دفاع دفاع حصاله ممكن يقبل اهداف. ترجع كرة للترجي. هاريسون افول يلزم يغطي على كاسوسولا والكرة تمشي لهيشري. وليد الهيشري تريزور مبوتو. تريزور مبوتو غطي معاه غطي معاه المساعدة. اثنين يربحوا واحد والكرة ترجع للترجي الرياضي. ما نبداوش ان كونترا مان تو مان صعيب علينا شوية بالدفاع الحالي امانة للترجي.
يلزم دائما المسانده ودائما التغليف بلغه الكره. والكره ترجع من معز بن شريفيه. معز بن شريفيه الترجي للمره الخامسه في الكونغو تاريخيا، عمل تعادل مع فريق سانتي لوالو بوبو في كينشاسا في استاد الشهداء، وخسر ثلاث مرات ضد مازيمبي. بالفعل هي بمثابه العقده هذا المازيمبي، 3-2 2001 2-1 مجموعات، و5-0 للنسيان في فاينل 2010. ترجع الكره لوسط الدفاع، جوال كيمواكي، كيمواكي كولو كوتا، يمشي كولو كوتا لمازيمبي والتماس اوت للترجي الرياضي. تعرفوا كوره اكثر منا، ماناش نقيم لكم المباراه ونقول لكم انه الربع ساعه 20 دقيقه الاولى يلزم السلامات باش يدخلوا الاولاد في الماتش. ستريس كبير، بريسيون اكبر، ومباراه حقيقه هي مباراه رجال. ترجع الكره لفريق مازيمبي عن طريق جوال كيمواكي. فريق لعب نهائي كاس العالم الانديه بعد ما فاز على فريق باتشوكا ثم انترناشونال بورتو أليغري البرازيلي قبل ما يخسر الفاينل بثلاثه من راتزوري انتر ميلانو. تمشي كره جون كاسوسولا، جون كاسوسولا ولد النادي، والكره ترجع خطيره لمازيمبي. كره سينغولوما، سينغولوما لكاندا، كاندا يوزع كره ردبال، ردبالك برافو الشمام، برافو الشمام. هذه الكرات اللي تلدغنا بهم 2010. فيق شويه، فيق شويه يا الترجي، فيق شويه بالدفاع. عندهم الكرات العرضيه هي نقطه القوه، يمشيوا في الاطراف ويسنتر على السماتة. السماتة اليوم بعد ما كان اللاعب كاسونغو في 2010، رد بالك 20 سنة اللاعب القادم من سيمبا التنزاني. كرة تمشي مرة أخرى، أول محاولة جريئة، أول فرصة خطيرة على دفاعات الترجي الرياضي. كرة ستعود من تماس لمازيمبي، هنا الكرة والشمام عمل المحال، هذه لو ضربها بالراس واحد بلاش مازيمبي. ركز يا الأولاد، ركز، نقاط تركيز. كرة ترجع مرة أخرى إلى الركنية الأولى لمازيمبي. من المباريات الصعبة جدا بالفعل في افريقيا انه الفريق الضيف يعاني كثيرا على المستوى الدفاعي لقوة هجوم المنافس والاختيارات الهجومية. المنافس بالراس خطيرة، فرصة كبيرة، ومن الطاف الله، يا الطاف الله، كرة كانت خطيرة، ترجع بالراس، بدا يضغط مازيمبي، بدا يقوي الريتم مازيمبي. ترجع الكرة وسط الميدان عن طريق اللاعب رينفورد كالابا. كالابا ما ياخذوش علينا لاسوندون بسيكولوجيك، التفوق النفسي. يمشي مبوتو، مبوتو يخرج كرة، تمشي خطيرة عرضية وبالراس، صعبة صعبة، يا الله يا مان على خطار. ترجع الكرة مرة أخرى لجون كاسسولا، هذه لعبتهم في شوية، اخرج الدفاع، كرة تخرج أخيرا، كرة تخرج أخيرا، 10 التالي لها يا الأولاد. ترجع الكرة مرة أخرى للاعب رقم 17 شيموندي، بطل افريقيا مع الزامبيا شيبولو بولو. كرة في التماس، تنفس، ارقد ارقد ارقد. ترجع الكرة التماس للترجي الرياضي. صعبة جدا، ما نحبش نحكي أنا أجواء التحكيم و2010 ومباريات كل يقاو ظروفه، لكن كونوا فير بلاي، الفريق هذا يكور مليح، الفريق هذا غول، فريق كرة، فريق ممتاز، عندهم لعبية فرديات من أعلى الطراز. لا رئيس ولا غير رئيس، فريق قوي جدا من الناحية الفنية. يلا وريني قوتي. يمشي الكامروني، الكامروني يحط كرة في منتصف الميدان عن طريق المخضرم التراوي، تراوي هاري صنافول، شد الكرة على اليمين، يدخل دربالي، دربالي وحدة، دربالي 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 يهرب، كرة اليانيك، التسديدة من الكامروني والترجي يقول أنا موجود. يا ربي هدف هنا في استاد العواضي، العواضي يمشي المولي، المولي يقدم، أرجع أبني الكرة مع الراقد، هدي الترجي، يمشي الترجي. مباراة أهداف، الاثنين قادرين يسجلوا وإن شاء الله نحلل نسجلوا. تمشي كرة خطيرة، احنا عنا لاسيست يا خالد يا مولي. ترجع الكرة كونغولية، 8 دقائق لعب، ريتم الكرة كبيرة برشا. الشامبيونز ليج هذا فينال حقيقة من على الطراز، يشرف الكرة الافريقية ككرة. يمشي لزوران بوتو، ما توخرلوش، قدم بن منصور وكرة ترجع، كرة ترجع للترجي او لمازيمبي. هذه الكرة الأخيرة، شوف وخرهم الأربعة الخمسة التالي، كلهم خايفين، كلهم مؤخرين، والكرة تلمس في يدين بن منصور على لمسة يد واضحة على الترجي الرياضي لفريق مازيمبي. مهم جدا في هذا اللقاء من الناحية النفسية للترجي، تعرف التوانسة يعني المورال يفرق برشا. لو يسجل الترجي هو الهدف الأول نشيخه على مازيمبي، لكن لا قدر الله في العكس ستكون معاناة الليلة في لومبومباتشي. لابد أن أفكر في مباراة اليوم، لابد أن أفكر. دقيقة العاشرة، عند الدقيقة العاشرة يتقدم ستار رقم 8 تريزور مبوتو، 41 هدف في كأس أفريقيا، حتى من ريكورد الموسم هذا نتاع بيبو الخطيب 37 هدف نجم النادي الأهلي.
ورامن تريزور مبوتو الكابتن 27 سنة على فكرة ولد النادي متكون في فريق مازيمبي. يمشي تريزور مبوتو يصدد الحارس المعز بن شريفية. سامحوني اليوم مع ستريس مع ممكن التعليق نوتركم معاي، لكن انتم متوترين بطبيعتكم، انتم على الاقل عندكم ما تتكلموا وتفردوا تنفسوا بملاحظه على اليمين بصيحه على اليسار، ولكن دوري كمعلق اليوم انا اتابع لحظه بلحظه واكون ملتزم مع وضعيات الماتش. هذا لاعب ستوفيلا سونزو، لاعب كبير خذوه من شاتورو، كان يلعب في فرنسا جابوه، افهم معناه فريق مازيمبي يتوفر على امكانيات ماديه كبيره. وهذا الفريق الحقيقة اللي باش يقلق الأندية العربية في الخمسة ستة سنين القادمة في الشامبيونز ليج. كل عام باش تلقى مازيمبي هو الادفيرسير رقم واحد للعرب. والكرة ترجع كاندا، كاندا والدفاع مجدي تراوي، مجدي تراوي هاريسون افول، ممتاز الهاريسون، كرة للترجي الرياضي. كرة ستعود للترجي الرياضي التونسي. 11 دقيقة لعب في الشوط الأول. النتيجة هنا بيضاء في استاد لومبومباتشي، الملعب المسمى كامالاندو. صفر مازيمبي صفر الترجي. كرة ستعود لسامح الدربالي، سامح الدربالي يحط كرة جوزيف يانيك نيانغ، يانيك نيانغ اليوم مباراة الكاميروني وكرة خطأ للترجي الرياضي. فاول للترجي الرياضي التونسي. هل يشهر الصيدلي ومهمته أو خدمته فارماسيان للسيد نومان دياز الصيدلي. إن شاء الله الترجي يلقى الدواء اليوم في استاد لوبوماتشي. المباراة بين فريقين يتشابهوا تقريب وسط الميدان، هو الهجوم قويين والدفاع نقطة الضعف في كل فريق. هنا ممكن ورقة صفر، على كل حال مناش نلتصقوا برشا بالقرارات. نومان دياز مع اليوم الكاميروني أحسن حكام أفريقيا، وبالتالي المباراة 10 على 10. حتى الترجي اللي جاء من يوم الجمعة في طائرة خاصة إلى لوبومباتشي استمتع باستقبال مهم جدا. ترجي حضر هذه المباراة بشكل جيد بالموفد اللي بعثه الترجي إدارة الفريق من يوم الاثنين السيد خميس الدريدي، حضر كل شيء هناك، ثم الطائرة الخاصة، ثم الفندق خمسة نجوم. ولكن الحقيقة الكرة في سقيل ملاعبية، الآن عندك ولا ما عندكش بلغة الكرة. يعني حمدي المد برياض بن نور وفروا كل شيء للإمكانيات، الجماهير اللي أنا معاهم بالملايين بالقلوب بالعقول، خلاص الآن هذا ماتش رجال الليلة في لومبوباتشي. رغم انه في الاخر استدرك واقول في الاخير هي كوره 450 غرام. ترجع الكوره لفريق مازيمبي، جون كاسوسولا، جون كاسوسولا خطيره وكوره في التسلل. شنو هذا؟ شنو هذا الغصرات من كوره لكوره؟ كل 20 ثانيه صادمين فريق مازيمبي العنيد، ويلزم ما غير دفاع الخط ما غير تسلل يا اخي، ما غير تسلل، غلطه من مساعد مشينا. هنا الكوره الاوفسايد موجود، الاوفسايد موجود، تسلل على فريق مازيمبي. الدربالي لازم يفيق شوية، والكرة ترجع سامح الدربالي، سامح الدربالي الراقد، حسين الراقد لازم يشدوا الكرة، ترجع الكرة عن طريق هاريسون افول، هاريسون افول حسوا في فورم الفلفول الغاني، والكرة ترجع مهم جدا لأنه اللقاءات الأخيرة الحقيقة هاريسون كان خارج الموضوع، كان جاهز لا بدنيا ولا فنيا، اليوم نحسوا البداية جيدة، والكرة ترجع على خطأ لمازيمبي. خطورتهم خاصة في الأجناب وفي الكرات هذه العرضية، كرات العرضية هذه تخوف برشا لمازيمبي. سجلوا منها ثلاثة أهداف في الخماسية متاع أكتوبر 2010، حذاري حذاري، وهي الكرة الختيرة متاعهم الأولى كانت بكرة من هذه النوعية. ترجع كرة لمازيمبي، ترجع كرة من الترجي عن طريق يانيك نيانغ، ما يسددش، يمشي اللاعب كلبا، حاط الكرة في الرواق عن طريق اللاعب كاندا، كاندا يسدد كرة بعيدة، كرة بعيدة كاندا. إذا سيطروا على وسط الميدان، أم المعارك، ونغلقوا المناطق الخلفية، أبو المعارك، الترجي الرياضي سيكسب معركة الكونغو. كرة ستعود للترجي الرياضي التونسي في هذا التوقيت، 14 دقيقة لعب عن زمن الشوط الأول. هنا استاد كاماندو، الترجي صفر، مازيمبي صفر. كرة تمشي للترجي الرياضي التونسي عن طريق الراقد، حسين الراقد، كرة ترجع للراقد في التغطية، ممتاز الباس، تمشي عن طريق يانيك نيانغ، يانيك نيانغ الكامروني. كرة الثانية، رد بالك من رولانس، رد بالك دوزيام بال، ياخذها الفريق الكونغولي عن طريق كيمواكي، جويل كيمواكي،
تمشي الكرة مرة أخرى عن طريق نكولو كوتا. يلعب إريك اللاعب المنتدب من فريق موتيما بيمبي أولاد العاصمة كينشاسا، عمره 30 سنة لاعب الخبرة، يلعب دولي أيضا في منتخب الليوبار الفهود الكونغولية. ترجع الكرة بالرأس من غير خطأ، التماس لمازامبي، التماس لمازامبي عن طريق جون كاسوسولا. كاسوسولا من غير خطأ، والتماس هذه المرة للترجي الرياضي. باية من سامح الدربالي، ورا ترجع من الدربالي. مباريات 2010 عانينا الأمرين من خلال الأطراف في وجود الجناح النفاثة وقت كابونكو، والكرة ترجع عن طريق سامح الدربالي. دربالي كرة وسط الميدان، ترجع الكرة عن طريق اللاعب إيموندي. إيموندي تحط الكرة كونغولية في وسط الملعب عن طريق اللاعب إريك نكولو كوتا. مراوغة ممتازة، يهرب على التراوي، يطلب الواحدة اثنين، رد بالك من بوتو، اضغط يا الراقد. ترجع الكرة مرة أخرى، برافو البريسنج، ضغط من الراقد، كرة تمشي على الأطراف، كرة في اليمين، كرة لفريق الكونغولي. التوزيعة والسهلة البن شريفية، إن شاء الله الأولاد ياخذوا الثقة في إمكانياتهم. بالإمكان أن نسجلوا اليوم، بالإمكان أن نسجلوا هنا والماركيو، لأنه بكل المعطيات اللعبة مش تلعب على ماتشين، ماتش رادس سيكون فاصل في رأيي. لذلك الترجي يلزم يسهل ماتش رادس بعد اسبوعين بهدف الليله في استاد المازيمبي. ثامن مره مازيمبي يلعب النصف النهائي في كاس ابطال افريقيا للسيها، في سجله اربع مرات شامبيونز ليج، لكن مره ايضا كاس الكؤوس عام 80 على افريكا سبور. كره ترجع مره اخرى للفريق الكونغولي، مازيمبي كره طويله ترجع من بمنصور، والكره في الهاوت الى تماس للكونغوليين. كرة ستعود لمصلحة الكونغو. نلعب قراب للحدود مع زامبيا في مقاطعة كاتانغا، تسمى مدينة النحاس. هي كانت كما قلت إليزابيث في، لكن من عام 66 تسمت لوبومباتشي نسبة لتواجد نهر في هذه المدينة اسمه لوبومباتشي. ترجع الكرة مرة أخرى كونغولية، كرة مازمبية، تمشي الكرة واحدة اثنين، الباسات ثم التوزيع، وجون كاسوسولا أوت. جون كاسوسولا ان شاء الله يكثر منهم كاسوسولا الليله. والكره ترجع للترجي الرياضي التونسي 17 دقيقه. انا ما نعرفش معناها بيناتنا بديت نتنفس شويه، لانه البدايه كانت صعبه، ترجي تحس وتخلل في الماتش. ان شاء الله وان شاء الله القادم افضل، لانه الكره اجوال، الكره في الخواتيم، والكره يعني اهداف. يمشي بن شريفيه، بن شريفيه كره بالراس، عنا فترة ما وصلناش لمرماهم. على فكرة الترجي عنده يبيض يربح يا 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 يخسر اسود. اخر تعادل للترجي التونسي كان 20 ماي في ماتش بني خلاد، من 5 شهور الترجي لا يتعادل. في 18 مباراة الأخيرة الترجي ربح 13 لقاء وخسر 5 ماتشات. الترجي لا يتعادل. هكا نلمح إن شاء الله لما لا يتعادل اليوم. تعادل اليوم يكون في طعم الانتصار يا ربي. ترجع الكرة عن طريق اللاعب إيموندي. إيموندي أحد رباعي زامبيا في تشكيلة مازيمبي. ترجع الكرة تريزور، تريزور بوتو، يمشي تريزور مع وليد الهجري، المهاري الفنان تريزور الكينج هنا في الكونغو. ترجع الكرة مرة أخرى لتريزور بوتو، ورم بوتو يوزع كرة خطيرة، والكرة الصعبة ترجع من الدفاع، تغطية ممتازة، لكن أعطيها له السماتة، السماتة بوتو صار تسلل، تسلل مرت من الطرف الله. يلزم الفريق الكونغولي ما يخوش ثقة في إمكانياته، هو عنده إمكانيات ما يخوش ثقة ويخلع علينا الأدفانتج. شو العواضي؟ عمل التاكلينج، مشات الكرة الكندا اللي سجل هدف في مرمى بن شريفية في لقاء إياب الفاينل 2010 في ماتش وفاة 1-1. 19 دقيقة لعب في الشوط الأول، مازيمبي 0 الترجي 0. تاريخيا مازيمبي في 40 مباراة في دوري أبطال أفريقيا في ملعبه فاز 33 ماتش، تعادل في 6 وخسر ماتش. الماتش الوحيد اللي خسره كان 18 من أكتوبر 2009 ضد الهلال السوداني 2-0. كان بعد ما فاز مازيمبي في الخرطوم 5-2. يعني كانوا فما صار نقول رولاشمون. ترجع الكرة للترجي الرياضي، وين المتابعة يا خرج كديابة؟ حطها هنا كديابة. لو تحطها كديابة سايب الكرة في هذا المكان روبر كديابة. يرجع شقيف، الكرة الكونغولية والافريقية. هنا التوزيع، هنا التوزيع هجومين الترجي طبعا في غياب يوسف.
مش يكون بنفس الخطورة أكيد، ولكن لحد الآن الترجي يعني يناوش يناكش، ولكن نحبوه يضرب في المليان ما يناوشش، مناوشات في بعض الأوقات ما تجيب شيء، يلزم يكون هدف. ترجع الكرة المازنبي 20 دقيقة لعب في الشوط الأول، هي ما زالت العشرين لكن أنا استعجل الوصول لعشرين. جون كاساسولا يمشي، جون كاساسولا رد بينا من الكرة العرضية، ترجع بالرأس إلى ركنية إلى ضربة زاوية، نعم كورنر. الركنية رقم اثنين لمازيمبي، الركنية رقم اثنين لمازيمبي، الركنية الثانية هذه الكرات الثابتة. شوف جون كاساسولا لقى الوقت وسنتر دي، وينو نلعبوا بخمسة في الوسط، وينو اللي يضغط، وينو اللي بريسي في وسط الميدان، فرش فيه حد كرة بلانسيها بتاع 40 متر ويتفرج. ترجع كرة لمازيمبي في منتصف الشوط الأول، كرة خطيرة تمشي عن طريق الفريق الكونغولي باهر راقد، باهر راقد على القائم الأول، ترجي الرياضي عن طريق التراوي، مجدي التراوي، كرة التماس للترجي الرياضي، كرة في التماس للترجي الرياضي، آخر ملمسة نكولو كوتا إيريك. 21 دقيقة لعب في الشوط الأول، النتيجة ما زالت متعادلة بيضاء 0-0 هنا في استاد كامالوندو في مدينة لوبومباتشي في إطار النص النهائي لدوري أبطال إفريقيا نسخة جديدة من الشامبيونز ليج. إصابة شالة خفيفة لوليد الهيشري، يتنفس شوية فريق الترجي الرياضي، يحكيوا الملعبية أكثر مع بعضهم، توصل تعليمات المدرب معلول في مباراة طواقم إفريقية عربية. الترجي يدير نبيل معلول التونسي، هو فريق مازيمبي أيضا بعد ما تخلى الرئيس نتاعهم كاتومبي على جارزيتو، جارزيتو اللي كان خسر 3-0 في رادس ضد الترجي، اثنين الرام وواحد الهيشري، كان وقتها تخلى عليه أقال وجاب لامين ندياي المدرب السنغالي للتيرانجا الأسود عام 2008. يمشي هاريسون افول، هاريسون افول، وينو نيانج، وينو نيانج، هاريسون، هاريسون، كرة بعيدة، نيانج بعيد، دور دفاعي الآن، يمشي شوية لقدام يا نيانج. ترجع الكرة مرة أخرى لروبرت ديابا، الترجي بإمكانه التسجيل صراحة، الترجي بإمكانه التسجيل الليلة في الكونغو، سهل برشا الأمور. إذا ما يكونش عندنا الهاجس الدفاعي للنتيجة وعدم قبول هدف فقط، بإمكان التهديف. ترجع الكرة لل 16 ستوفيرا سونزو، سونزو يلعب الكرة نكولو كوتا، كولو كوتا تمشي الكرة جويل كيمواكي، جويل يوزع كرة مرة أخرى، ترجع الدربالي المتابعة للترجي الرياضي بهدوء بهدوء، والكرة ترجع لمن؟ ليانيك، يانيك نيانج، يدخل الكاميروني لكن الدفاع وسط الميدان يقطع الكرة، كرة أقوى من الفريق الكونغولي الصماتة، والدفاع تاكلينج ممتاز، تاكلينج في كرة من سامح الدربالي. مجدي التراوي يميل مع السماتة على اليمين، راقد شفناه في اليسار يعاون شمام، شوف مرة أخرى الكروسات هذه يا ولدي، انتبه، هذه خطورتهم راهي، هذه لعبتهم، عندهم شهادة ما يسطوش بإذن الله. ترجع الكرة مرة أخرى كونغولية، كرة كونغولية، رد بالك، رد بالك، التوزيع والكرة على القائمة الثانية أوت، الكرة على القائمة الثانية أوت، صعوبة أخرى على دفاعات الترجي الرياضي. النتيجة بيضاء بانتصاف التايم في الشوط الأول. الترجي لحد الآن يسير المباراة بصفة جيدة جدا. إن شاء الله إذا يبقى سكور متعادل في الشوط الأول، متأكد الترجي باش يكون أحسن في الشوط الثاني. لأنه تحب ولا تكره اللاعب راه في الأخير بشر وإنسان. يعني اللي يشاركوا في مباراة الخمسة الشهيرة في كل لحظة يخافوا، في كل لحظة يرجع له كل الفلاش متاع أكتوبر 2010. خمسة ستة شاركوا في ذاك النهائي، وبالتالي أنا نتصور الترجي يحتاج للثقة في الدقائق القادمة، كل ما يمشي الوقت الترجي باش يدخل أكثر في اللعبة ويكون أفضل إن شاء الله. هارجع الكورة نكولو كوتا، كولو كوتا، هارجع الكورة كونغولية، نلعب بعامل الطقس في 32 درجة حاليا في استاد كامالوندو. يمشي كورة من جون كاساسولا، وكورة لمن؟ الحكم يتدخل، هنا إصابة، تتوتر نسبيا الأجواء، أوه يا دربالي، يا دربالي، يا عاد مش معقول في بعض الأوقات زاد أخويا، ملاعبيتنا زاد في تصرف غير مقبول وغير معقول، وبعد تقول لي الأربيتر، هاي ورقة صفر، إن شاء الله ورقة صفر، ورقة صفر السامح الدربالي، مش معقول، نبهوا على التركيز والهدوء وعدم الوقوع في الاستفزازات والفخ،
يا اخويا اذا انت خفيف معنويا يعمل لك محاوله ويستفزك انت تقع في الفخ. سامحني عاد لاعب في الدرجه التونسي يلزم عنده الخبره والتجربه وعنده الصنعه انه حتى كي يضربوه يسكت ويخلي الحكم يقرر يضربوا في حجره الملابس كيف حب. ورا ترجع لمازيمبي. ها يا سامح سامح ارجع يا دربالي ركز يا دربالي ورد بالك طب نلعبوا على الخوف على الدربالي من الورقه الصفراء هذه طب باش يبروفوكيوها بالكوره انه باش يمشيوا لوديما والتسديده واوت باش يمشيوا لوديما الان سامح الدربالي باش يحاولوا يخرجوا ورقه حمراء زايده وغير مقبوله 25 دقيقه لعب في الشوط الاول هذيك هي الكوره نقبلوها بحلوها ومرها الان هذه نقطه سلبيه نمشي النقاط الايجابيه العب يا المعز كوره من بن شريفيه 25 دقيقة لعب في الشوط الأول مازيمبي صفر الترجي الرياضي صفر كرة تمشي لفريق المازيمبي خطأ الآن الترجي في شكل دفاعي مطلق في هذا الشوط الأول هل سنصمت الحقيقة هذه الخطة ممكن إذا نحتنا أنيابنا الهجومية فإنها أيضا منعتنا دفاعية لازم تاخذ كاس من وجهين شوف الكاس بشطريه مازيمبي لحد الان لحد الان مسوا الخشب مش قاعد يوصل لبن شريفيه هاي آه نيك نيانك مليار و200 وحده وامشي لسيان ولا امشي حتى ليونج بويس ترجع الكره مره اخرى لي يانيك مازلت نستنى يانيك نيانك يمشي الترجي عن طريق المولي كره للترجي الرياضي مجدي التراوي صعيبه بالطبيعه مجدي التراوي تماس باهي مجدي التراوي واوت للترجي الرياضي التونسي كرة ستتهيأ للترجي الرياضي التماس 26 دقيقة ويمشي سامح الدربالي لتنفيذ الاوت يجري يا سامح حتى نبيل كلمه واضح البنك هلعب بعدنا على المشاكل كرة ترجع للترجي الرياضي يا بابا بون تولان يمشي يانيك نيانك كرة ترجع للفريق الكونغولي كرة الفريق الكونغو عن طريق اللاعب رين فورد كلابا كرة في وسط الملعب طويلة أفضلية لدفاع للترجي الرياضي عن طريق بن منصور يلعب كرة طويلة في تماس من جهة الباك رايت إريك نكولوكوتا كرة تتهيأ لإريك نكولوكوتا أحد الثالوث المستقدم لمازيمبي من نادي العاصمة لوموتيما بيمبي كولوكوتا من بيمبي ديو كاندا رقم 6 من موتيما أيضا عندهم لاعب ثالث في الاحتياط من البيمبي كرة بحوزة الحارس معز بن شريفية 27 دقيقة لعب في الشوط الأول نتيجة 0-0 في الأخير مازيمبي ليس الماشين دو غير كرة الجيل الثالث على فكرة لذلك تحسوا التيران كيفاش تطلع لأنه الجيل الثالث عاش باصطناعي الملعب بالطبيعة اللي تشجع عليه الفيفا هو الاتجاه في العالم الكل ماشين العشب الاصطناعي هذا الملاعب تروازيام جينيراسيون والكرة ترجع مرة أخرى لفريق مازيمبي عن طريق جويل كيموكي اللي ممكن يكون في فريق لونس الفرنسي وكرة ترجع على خطأ للترجي لحد الآن 10-10 إذا نومان دياز تحكيم جيد جدا في البطولة الإفريقية منذ أن أشرف طارق بوشماوي على لجنة التحكيم في الاتحاد الإفريقي 28 دقيقة لعب في الشوط الأول يمشي يا تايم امشي جو يا ترجي جو والكرة تمشي مرة أخرى لفريق الترجي العواضي هاري الصنافول ترجي ياخذ الكرة يمشي السامح الدربالي حتى هما خايفين والكرة ترجع لأفول هافول ليانيك هافول هاري الصنافول وكرة تخرج سهلة ضربة مرمى لروبر كيديابا كرة ستعود لروبر كيديابا كرة من اوت ضربة مرمى للحارس الدولي روبر كيديابا 36 سنة أو ركنية للترجي الرياضي ركنية للترجي الرياضي كل واحد في المباراة هذه ستريس يضحك على ركنية فرحان بركنية يلا هات الركنية وين الراسية فرحة ترجية وأمنية تونسية هنا في استاد لوبومباتشي في استاد الكاميروندو واحدة من أيام الزمن الجميل يا شمام الكرة الثابتة شمام يلعب كورة بالراس هيا يقوي الكورة شكون ضربها واحد من السمر الأسمراني يانيك خسارة يانيك خسارة في دقيقة 29 يانيانك والكرة ترجع رد بالك نكولوكوتا رد بالك وفما مساحات والكرة ترجع من اليسار عن طريق السماتة التنزاني علي السماتة واحدة اثنين تربالي ما تحلوش برافو سامح
برافو دربالي، وقف كورتك بعدها دربالي، اضرب فيه يا دربالي. لا تماس للترجي، اوكي اوكي اوكي، تماس للترجي لكن مش مشكل. هنا الكورة تضرب في المليان يا اخي، او العواضي، العواضي كريم العواضي، كورة ترجع للترجي الرياضي. لحد الان 10 على 10، ما نعرفش يوسف الزواوي وبنشيخة اش رايهم، والفنيين اللي تفرجوا في تونس في الوطن العربي الكبير اش رايهم، لكن لحد الان الترجي مشي القمة بشكل جيد. معركة شطرنجية فيها حسابات، فيها شوط أول شوط ثاني، فترة فراغ يلزم إن شاء الله نعديهم، فترة قوة يلزم نستثمروها. تمشي كرة من جوال كيموكي، كيموكي وترجع من وليد العيشري، أوفسايد، تسلل تسلل، وقع 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 في الفخ. أرجع الترجي الرياضي التونسي نص ساعة، 30 دقيقة لعب في الشوط الأول. نتكلم عن عراقة وتاريخ في أبطال أفريقيا للترجيين، أبطال 2011 وصيف البطل 99 2000 2010 والمربع الذهبي 2001 2003 2004. تمشي كره لفريق مازيمبي من تماس، كره لفريق لو تو بويسون القوي مازيمبي، فريق اللي كان يتسمى في السبعينات انجلبرت. كره ترجع مره اخرى لفريق مازيمبي. يعني كنيانغ على فكره ما سجلش من 3 مباريات على المستوى القاري، وقيت يمسكني ايضا ما ماركاش من الماتش الاول ضد سانشاين في نيجيريا. كرة ترجع لفريق مازيمبي، كرة المازيمبي 31 دقيقة، تمشي كرة عن طريق 17 ايموندي، ايموندي مابي امبوتو، وكرة تمشي ممتازة لكاندا، كاندا مرة أخرى عاون فول، يضغط يا الهاريسون، كرة ترجع لكاساسولا، كاساسولا هذا نافذة على العالم من خلال الملعب على اليمين واليسار عاملين لي نوافذ. كرة ترجع للترجي التونسي تكتيكيا، تكتيكيا لحد الآن معلول ياخذ النقطة الإيجابية بعد 31 دقيقة الاختيارات، لأنه برشا كلام برشا نقاش. تعرف في تونس 11 مليون كابيلو عنده، 11 مليون مورينو، يلزم نمساكن، يلزم كذا، كل واحد واعتباراته، كل واحد وعنده تشكيلته. لكن ديما نقول أنا الترجي بمن حضر، يرجع يلعب الترجي بالهمامي والواعر وطارق وتميم ومعلول وجلاسي ولا صالح ناجي ولا العروسي حارس مرمى الله يرحمه. الترجي يلزم بمن حضر. ترجع الكره، دعوة هنا ممكن الجماهير في الأندية، انتم تحبوا الكولور الالوان ما تحبوش الاسماء، يعني الكليك نتاع فلان والمجموعه نتاع علان، انتم تحبوا الالوان، الالوان الرمز الفريق، ترجي افريقي نجم صفاقسي بنزرتي بقلاوه وغيره. والكره ترجع مره اخرى خير عن طريق المولي، المولي يمشي على اليسار، اليسار الشمام، شمام يحط اللاعب يانيك نيانغ، يانيك نيانغ ما خديت حتى واحده معاه يانيك، خطا هنا، ورقه صفراء في راي، ورقه صفراء ممكن، وكره ترجع لخطا في وسط الميدان لكريم العواضي. مازيمبي الترجي 0-0 في دقيقه 33 عن زمن الشوط الاول. ترجي 5 انتصارات وهزيمه في دوري ابطال افريقيا، ومازيمبي تأهل ب3 فوز تعادل وهزيمتين. يمشي بالكرة دربالي، هيا دربالي 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 دربالي، ترجع الكرة مرة أخرى، ترجع الكرة مرة أخرى لمازيمبي، مازيمبي وجهة اليمين فارغ، غطي أنت بوتو، الحمد لله الكنترول كان سيء، الحمد لله أن الترويض كان سيء لفريق مازيمبي عن طريق تريزور بوتو. كرة ترجع ضربة مرمى لفريق الترجي الرياضي التونسي، هذه الكرة من تريزور بوتو، سامح الدربالي كان في الحالة الهجومية، لعبوا هما كروس لونغ، طولوا الكرة، لولا سوء الترويض من لاعب الكونغولي النجم بوتو كانت تخوف برشا. 33 دقيقة لعب في الشوط الأول، 33 دقيقة لعب في الشوط الأول، النتيجة هنا بيضاء، دائما التعادل يسود في استاد لوبومباتشي في استاد الكاملوندو. في نتيجة بيضاء تتهيأ مرة أخرى لفريق مازيمبي، ترجع عن طريق الراقد، حسين الراقد في وسط الميدان، يانيك جوزيف نيانك، يانيك دي اليوم راه وحشتنا بيك يانيك. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق الكامروني، جوال جوال كيموكي، جوال كيموكي يمشي كولو كوتا، كولو كوتا كرة في التماس، لا كرة تتلعب بين اثنين خطيرة جدا، حذاري من الهجمة للفريق الكونغولي. المراوغة ويرجع في التغطية، ممتاز المولي، يرجع المولي بعد ما تعدى السماتة،
سماتا يتعدى بالراقد لك المولهي في الكوفرتور، ترجع الكرة أخرى من جديد للفريق الكونغولي، كرة كونغولية، كرة ترجع عن طريق جون كاساسولا، كاساسولا تمشي بالكرة كاندا، كاندا في وسط الميدان، يرجع كاندا، كرة عن طريق الوسط للفريق الكونغولي عن طريق اللاعب سونزو، سونزو كرة في النصف، دائما كونغولية خطيرة جدا، لكن هاريسون أفول يغطي مليح، ممتازة من هاريسون، ترجع كرة مجدي التراوي، وين القدام ولا الخلف يا مجدي، كرة القدام عايش خويا، كرة ترجع مرة أخرى للفريق الترجي الرياضي، ولا ما عندهم شيء، ولا قالت زيري ما عندهم والو، يعني في حضور بن شيخة الوالو نتاع الأشقاء، والكرة ترجع مرة أخرى عن طريق اللاعب كولوكوتا، ترجع الكرة مرة أخرى في وسط الميدان للفريق الكونغولي. ترجع مرة أخرى كونغولية وسط الملعب عن طريق إيموندي، إيموندي جون كاساسولا، كاساسولا ترجع الكرة في وسط الملعب لتماس، لا تكتيكين عملنا لهم برشا مشاكل، ما لقاوش لعبهم، ما لقاوش وصول الحارس بن شريفية. 35 دقيقة لعب في الشوط الأول، رينفورد كلابا، كلابا ترجع الكرة لفريق مازيمبي. توا السؤال المطروح الان في هذه الدقيقة على الأقل نحكيه، ولا خلينا نحكيه في لما يزفر الحكم أحسن. ترجع كرة هيش خلي في الأخير، وليد الهيش، وليد، وليد هيا ما تعمليش فيها كولوفات، يلعب الكرة، ترجع الكرة مرة أخرى لمازيمبي. 36 دقيقة لعب في الشوط الأول، يمشي اللاعب إريك الكولوكوتا، إريك، إريك الكولوكوتا 36 في الشوط الأول، أصفار هنا في استاد المازيمبي عن طريق العشرة سينجولوما، يمشي سينجولوما، جيفن لاعب زامبيا هنا في مازيمبي، تلعب الكرة جون كاساسولا، كاساسولا بدا يفكر في التغيير، المدرب نتاعهم دياي، وكرة خطيرة واحدة اثنين، والدربالي يا معلم سامح الدربالي متفطن في التغطية هذه المرة، الكرة في الأوت، كرة في التماس لفريق مازيمبي. يلا الأولاد أقل من 10 دقائق لنهاية الشوط، كرة من التماس لفريق مازيمبي، تريزور ما بين بوتو، بوتو تحط الكرة مرة أخرى، كرة كونغولية، الدربالي كيشوت، ترجع الكرة مرة أخرى واللعب والدفاع، الدربالي يركزوا على الرواق اليمين، يركزوا على الرواق اليمين، والكرة ترجع عن طريق اللاعب جوال كيموكي، جوال، جوال كيموكي، كرة تمشي أوف سايد، تسلل هيجاهوني، تسلل للترجي الرياضي التونسي. 37 دقيقة لعب، أنا ما ننظرش اللي فات، أنا ننظر اللي جاي، ترجي شنو باش يعمل وش يلزم يعمل في القادم، ثم سؤالي هلا ونحافظ إن شاء الله على النتيجة الإيجابية في الشوط الأول، كيفاش يكون فكر معلول يدخل يوسف في البداية ولا لا، لما تمشي اللعبة القدام شوية في الشوط الثاني ويلعب وقت على المرتدات وعلى السرعة متاع يوسف، لأنه هو قال باش ندخله من بداية الشوط الثاني، لكن إذا الأمور ماشية تكتيكيا يقولوا في الكور علاش التغيير، يمشي ياني كنيانج، ياني كنيانج تحب ولا تكره الترجي يحب اليوم ما يقبلش، مش جاي بالضرورة باش يسجل، على الأقل الهاجس متاع بورسنتاج 80% الهاجس هو دفاعي. ترجع الكرة للترجي عن طريق الغاني، أفول يمشي هاريسون، هاريسون أفول، هاريسون أفول واحدة اثنين، تمشي كرة مجدي التراوي، عدي الكرة يا الترجي، امشي الكرة صدق، وينك يا الكامروني وينك؟ وينك يا الكامروني وينك؟ وين تهت وين ضعت؟ وين ضيعت الطريق؟ أخطر كرة يا أولاد تونس، أخطر كرة لنسور الخضراء، أبرز كرة من كريم العواضي يا رب كرمنا، روبرت دياب علاش ما تدخلش؟ علاش ما تدخلش؟ علاش ما تعملش مزيتك؟ كرة مانيش نعلق على الكرة إلا وهي في طريقها، كرة تمشي في الطريق، أضرب الهيشري، حط الكرة، حط الكرة مرة أخرى للترجي الرياضي، وليد صنفوت بالراس، الكرة أخذها مازيمبي، رد بالك عاد، رد بالك، رد بالك، 10 في المنطقة الهجومية ترجع في التغطية من خالد المولهي، باهي الترجي الرياضي لحد الآن، ممتاز الترجي الرياضي في هذا الشوط الأول، خالد المولهي، خالد المولهي تمشي كرة للترجي الرياضي التونسي، تمشي كرة للكامروني، الحكام يقول خطأ على جوزيف يانيك نيانك، اللاعب القادم من شبيبة بجاية 22 سنة فقط يانيك. هذه المحاولة باهي بالعاد فما فماش فوت، ما عرفش الحكام كان قريب، على كل حال كرة ترجع للفريق الكونغولي، كرة للمازيمبي،
في 40 دقيقة لعب عن الشوط الأول، النتيجة بيضاء 0-0. الأجواء تتحمس الآن في استاد الكاملاندو، هم يحفزوا أولادهم ونحن نتحمسوا مع رجالنا وأولادنا. والكرة ترجع لمبوتو، رد بالك تريزور ما فما شيء، لا الحكم يرجع لخطأ فما فاول في مكان صعب جدا على الترجي الرياضي التونسي، فاول صعب جدا على الترجي الرياضي التونسي. هذا تريزور مبوتو الخطا كان من العواقب، كان معاه قدامه الهيشري ما تخافش. على كل حال متفرج فارس والمعلق، والله المعلق مش فارس ايضا والمتفرج ايضا ليس فارس لانه على اصابه مع كل كوره. والكرة القادمة في الدقيقة 41، بلغة العدل عليك أن لا تمر يا كورة الووابة يا كورة الجابولاني، لأن يعني الترجي قدم شوط أول جيد وجيد جدا. كورة من فريق مازيمبي عن طريق الأربعة إيريكين كولوكوتا، ورد بالك شفته في اليوتيوب ماتش مازيمبي فيتا كينشاسا، ماركة واحدة مثل هذه كوفرون، إذا هو اللي باش يشوط رقم أربعة، رقم أربعة اللي باش يشوط إيريك كولوكوتا. يا ربي تستر. كرة لمازيمبي والتسديدة يا ستار، قلت لك حط واحدة ضد فيتا، لكن الحمد لله الحمد لله نوسترا فيتا تتواصل، لنوسترا هيستوريا في تواصل، التاريخ يواصل في 0-0 هنا في استاد لوبومباتشي. اختيره برشا اختيره برشا ضد فيتا 2-2، هو الماتش الوحيد اللي ما ربحوش مازيمبي في الدوري الكونغولي. عندهم فيتا 12 مره بطل الدوري، 12 مره الموتي مابيمبي ايضا من العاصمه، و11 اللقب لمازيمبي. مازيمبي اللي حاليا يحتل المركز الثاني لكن عنده مباراه مؤجله، والتقريب في نفس البوزيشن بتاع فيتا كلوب كينشاسا. ترجع الكره إيريك كولوتوكا جويل كيمواكي، 41 دقيقة 30 ثانية، تمشي كرة ملعوبة طويلة لماكم على الكرة الأولاد. 50 دقيقة 10 دقائق ربع ساعة ماكسيموم، معلول باش يدخل يوسف باش ينحي الضغط وينقص الضغط على الدفاع بتاع الترجي. الراقد الراقد يمشي يعني كانيكن يانك، فاول الترجي الرياضي 10 على 10. الحكم الحقيقة نومان دياز، لما تتوفر النزاهة اللي نلعبوا كرة في الأخير اللي يربح صح عليه. مويز كاتومبي الرجل اللي عنده مناجم، يملك مناجم في كاتانجا، 37 سنة، الرجل صار أسطورة في تاريخ مازيمبي. ترجع كرة لفريق الترجي التونسي، وصلنا دقيقة 50 تقريب، كرة للترجي الرياضي التونسي. أين الصورة هنا؟ نرجع للمباشر، أعطيني كرة المباشر للترجي الدربالي. سامح الدربالي، هاريسون افول هاريسون افول هاريسون افول يتعثر في العشب الاصطناعي، ترجع من مبوتو خطيره جدا، مبوتو في اليمين، شوف الان الدفاع من الجهه اليمنى خطيره، مبوتو كره برا، كره برا من تريزور. مبوتو بداوا يتوتروا، الترجي الرياضي يسير في الماتش اللي يلزم في راي او كاندا، هذا ديو كاندا لعب ايضا خذاه مازيمبي من بقوت الفلوس طبعا من موتيما، لأنه موتيما فريق عنده شعبية جارفة في الكونغو في كينشاسا العاصمة، فريق عنده 12 بطولة رقم قياسي مع فريق فيتا كلوب كينشاسا قدام مازيمبي 11، وبالتالي واضح القوة المالية اللي تخلي نجوم الحقيقة في فريق مازيمبي ما يلعبوش بالاحتراف مثل مبوتو مثل غيرهم. ترجع الكرة تريزور، كل شيء متوفر هنا في مازيمبي ماديا، والكرة ترجع مرة أخرى للكونغوليين. رد بالنا التركيز كثير من الجهة اليمين، تفادى الركنية معاذ بن شريفية، صار الضغط خاصة في مواصلة الحقيقة من الجهة اليمين من جهة سامح الدربالي، يلزم مساندة أكبر. ممكن في وقت من الأوقات نتصور بوعزي باش يعاون من اليمين، يدخل بديل هاريسون افول، ممكن الربع ساعة العشر دقائق الأخيرة، إذا النتيجة تمشي مليح إن شاء الله. هو العواضي يخرج ويدخل يوسف المساكني، ترجع كرة الخطأ مخالفة. الآن ريتم الشوط الثاني واضح، توتر من الجانبين، برشا هفوات برشا فاولات. يتحصل على الخطأ لاعب ستوفي راسونزو، تمشي كورة كولوكوتا كولوكوتا، كورة لمازيمبي مازيمبي. ديما ريتم الشوط الثاني يكون أقوى، فريق سجل 100 هدف في هذا الموسم في كل المسابقات، سجل في كل مبارياته باستثناء الماتش الأخير اللي خسروا في تشيلسي بيروكوم 1-0 في غانا في أكرا.
ترجع الكرة مرة أخرى للكونغوليين لمازيمبي، والكرة ترجع مرة أخرى عن طريق جون كاسوسولا. جون كاسوسولا ورا ديوكاندا، ديوكاندا رد بالك من العرضيات، رد بالك من العرضيات الراسية، وكرة الهدف الأول تضيع عن طريق علي السماتة. رد بالكم يصمتنا علي السماتة، كرة كانت خطيرة وخطيرة جدا في دقيقة 53، كرة الواحد صفر. ديوكاندا هذه التوزيعات، هذه العرضيات الخطيرة من الكونغوليين، فرصة التقدم لمازيمبي. 7-8 دقائق، أجواء ساخنة في استاد الكاميروندو، لكن في فير بلاي الحقيقة. ترجع الكرة من الترجي التونسي عن طريق معاذ بن شريفية، كرة بالراس العمق فماش وحده اليوم معزول طبعا ياني كنيانج يحاول، وياني كنيانج أفول، أفول جيب واحدة، أفول حط كرة، وترجع الكرة من جوال كيمواكي، ترجع الكرة لموندي قادمة من جون كاسوسولا، هذا الزامبي موندي، موندي تمشي مرة أخرى، كرة من وليد الهجري، وليد الهجري في وسط الميدان، واحدة اثنين بالراس، كرة لوسط الملعب للفريق الكونغولي لمازيمبي عن طريق جيبن سينجولوما، يدخل الكرة اللاعب نكولو كوتا، كولو كوتا ظهير اليمين علي السماتة، علي السماتة وتماس، تماس للترجي الرياضي التونسي، ولاد الترجي يقوموا بالحركات الحمائية مع المعد البدني خليل الجبابلي، وبالتالي نتوقع التغييرات. ممكن القدام برشا في الوقت بوعزي بديل يافول، ولكن الان نتصور التغيير الاول لمساكني بديل للعواضي. قربنا من 9 دقائق لعب في الشوط الثاني، كرة تمشي من غير خطا، كولو كوتا، كولو كوتا، كولو كوتا يضغط التراوي، ترجع الكرة مرة أخرى لمازيمبي عن طريق الرينفورد، كلبا، كلبا تحط الكرة، ستوفيلا، ستوفيلا والتوزيع والراسية، والحارس، والحارس بن شريفية، حارس بن شريفية نشوف فيه قريب المهاجم الكونغولي تريزور ما بين بوتو، لحد الآن ماشي مليح الأمور. 54 دقيقة في الشوط الثاني، هدف يفرق برشا في هذه المواجهة الحاسمة للفاينل. ترجع كرة هاريسون أفول، هاريسون شوف المساندة وحده، وين واحد من لاعبي الوسط يا أخي ساند، كرة تماس لمازيمبي، كرة ستعود لجون كاسوسولا، جون كاسوسولا، أجواء كبيرة في استاد الكاميروندو. تمشي الكرة على اليسار لليمين لنكولو كوتا، نكولو كوتا يطلع، نكولو كوتا يحاول يفرض ريتمو فريق مازيمبي، كولو كوتا كرة خطيرة للتوزيع والكرة تمشي لبرا، كرة تخرج بالفعل ضربة مرمى للحارس بن شريفية. تواصل الرحلة والساعة رحلتها، تمشي الدقائق في جولتها والثواني بقمة إثارتها. 55 دقيقة في زمن لقاء عن سيمي فاينل مثير مرتقب، تكلمت عليه الصحافة وتكلمت عنه الجماهير كثيرا في البلدين، وأيضا صدى هذه المقابلة النارية بين الترجي ومازيمبي دارت كل الأجواء الإفريقية والعربية. أرجع كورة عن طريق الكامروني، وحده معزول بطبيعة الحال يانيك نيانك، كرة ترجع بالمنصور ما تطلبش خطا، ارجع الكرة بمبوتو، مبوتو كرة خطيرة عن طريق ديوكاندا، ديوكاندا يراوغ، ديوكاندا وترجع من الدفاع الترجي، باهي من التراوي، باهي من مجدي التراوي، أول مرة يعملوا مثل هذا الزلومة والتوغل في دفاع الترجي. ترجع الكرة هاريسون أفول، وحدة كونتر أتاك هاريسون، هاريسون أفول، هاريسون والتماس للترجي العاصمي، كرة للترجي الرياضي. كرة ستعود للترجي، لازم ما نقبلوش، برشا لاعب نلعبوا متوازنين. عندنا وقت ما وصلناش البيت، روبير كيديابا ما زرناش كيديابا، هذه الكرة الخطيرة والمراوغة، شوف كيفاش حد ساقيه المدافع الترجي الدربالي. ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق سامح الدربالي، سامح الدربالي، سامح الدربالي، وكرة ستعاد في نفس المكان، تنفيذ تماس خاطئ من الدربالي، لابد من الهدوء، لابد من التركيز، مباراة كل دقيقة تعدت تزيد صعوبتها. ترجع كرة للترجي ممتاز عن طريق الدفاع، مجدي التراوي لسامح الدربالي، لمجدي التراوي للراقد، كرة من حسين، حسين الراقد، ترجع كرة بن منصور، بن منصور يلعب كرة طويلة، بن منصور يانيك نيانج وحده، يانيك يضغط عليه، لا وقف، وقف طبعا، وترجع الكرة مؤمنة من ضربة مرمى من جوال كيمواكي لحارسه كيديابا، كرة من روبير كيديابا، هذا بن منصور 23 سنة. ترجع الكرة للفريق الكونغولي اللي يلعب السيمي فاينل الثالث في 4 مواسم
والترجي الثالث على التوالي. هاريسون افول، هاريسون افول، هاريسون يحط الكرة ناقصة وتحرك زادة يا الكامروني، تحرك شوية. كرة ترجع مرة أخرى لفريق مازنبي. فما أمل، أرى بصيص من الأمل لو يدخل الحقيقة المساكني ممكن باش نجازفوا شوية دفاعيا، لكن تنظيم والولاد مركزين هجوميا راهو نسجلوا بإذن الله. على كل هو خيار مدرب حذاري، حذاري أوروبيك لين سماتة، علي سماتة كرة أوت، ضربة مرمى للترجي الرياضي باب المنصور. كرة ترجع للترجي الرياضي في الدقيقة 58 من زمن المباراة. هذا الدولي التنزاني القادم هذا العام من سيمبا، عمره 19 سنة فقط، سجل 6 أهداف في الشامبيونز ليج 2012. التغيير الأول لنادي مازامبي، التغيير الأول لمازامبي، يدخل رقم 28، رقم 28، رقم 28 إيلونغا بديل لسماتا، هذا هو إيلونغا. تغيير مهاجم، مهاجم، والكرة ترجع عن طريق يانيك نيانك، فماش خطأ، كرة ترجع لفريق مازامبي. ممتاز الدربالي يا معلم، يرجع سامح الدربالي، سامح الدربالي ينطلق في الهجوم، الدربالي يعطي كرة خطيرة يانيك، يانيك نيانك، يانيك نيانك يعطي باس، المس الكرة كالعادة يا الكامروني، كرة غريبة جدا تضيع للترجي، ترجع للترجي الرياضي عن طريق التراوي، التراوي مرة أخرى، هاريسون افول كنترول للمنافس هاريسون، كرة ترجع للفريق الكونغولي، فرصة كبيرة في ساعة لعب. هذه كرات العادة نتاع يانيك، يعني كوفري بظهره يحط المدافع في ظهره ويخرج اللاعب اوروتري القادمون من الخلف، خسارة. كانت محاولة والشانس هي الأولى للترجي في الشوط الثاني. ترجع كرة لمازامبي عن طريق جون كاساسولا، جون كاساسولا بال 65 و70 ان شاء الله المساكني على بوابة الدخول. ديربالي يعمل في مباراة ممتازة، برافو سامح. ديربالي كرة تماس اوت لفريق مازامبي، او كرة ستعود لمن؟ للترجي، لا لمازامبي. جون كاساسولا، جون كاساسولا في اوت التماس وانذار لهاريسون افول. الانذارات نتاعهم يعني كانت تكتيكية باش يمنعونا من التسجيل او كونتر اتاك. الانذارات نتاعنا كلهم زايدين الحقيقة، ثلاثة الراقد والدربالي وافول زايد. نلعبوا ضغط اليوم ونلعبوا ضغط الاياب، زايد زايد زايد. ترجع الكرة التسديدة وين؟ بعيدة بعيدة. ترجع الكرة ضربة مرمى للمعز بن شريفية دقيقة 60. ساعة لعب في المباراة، شوفوا التغييرات بدخول إيلونغا. هنا ما لقاش حلول الفريق الكونغولي لتجاوز دفاع الترجي، يلعب خيار التسديد، والتسديدة كانت من إريك نكولو كوتا، 30 سنة دولي بمنتخب الفهود، بطل الشان 2009. كرة ترجع من يانيك، يانيك نيانك حط الكرة عن طريق الراقد، الراقد كرة ضايعة، ميس باس برشا في وسط الميدان، والكرة ترجع مرة أخرى. طبعا وسط ميدان اختاروا معلول اليوم ديستركتور اكثر منه كونستركتور في المباراة، يعني يهدم الهجمات بتاع المنافس اكثر منه انه يبني الهجمة. ترجع الكرة مرة اخرى في وسط الملعب عن طريق مابي بوتو، مابي بوتو، جون كاساسولا، كاساسولا تتحط الكرة إيلونغا، إيلونغا لجون كاساسولا، يوزع كرة والحارس لا خوف على المعز. كرة ترجع لبن شريفية، ما بين بوتو، كانت كرة طويلة في العمق. فريق الكونغولي يلعب الكرات الطويلة ستايل البريطاني. ترجع الكرة مرة أخرى للترجي الرياضي، هي العواضي، العواضي، والكرة تقطع، ترجع مرة أخرى، يلزم نسجل، عندنا شانس للمولي، تحرك يا خالد، تحرك يا المولي، ما فيها شيء، ترجع الكرة كونغولية. برشا بوت الآن في وسط الميدان، بدينا نخسر وكل الديوال، حوارات ثنائية. وهنا كان ممكن يتعرض الورقة الصفراء. نلطف الله يعني الحكم طبعا مش كل فاول باش يعطي ورقه، لكن كرة كانت زايده من المولي، كانت كرة نتاع انذار يظن اللي اعطاه ورقه صفراء حسب حماسه الانصار. والتغيير، التغيير الثاني، يدخل كاسونغو، يدخل الخطير كاسونغو، هذا سجل هدفين في نهايه 2010، باش يلعبوا الكرات الطويله اكثر الان، يعني بالمفضوح الان باش يطولوا الكوره لراس كاسونغو. رد بالنا هيشري وبالمنصور في اللاكس، لكن يبدا الدفاع من وسط الميدان، ما نخليهمش يوزعوا، والكره ترجع لكولو كوتا، كولو كوتا، ورا الدفاع، ما غير خطا، ما غير خطا، ترجع من ما بين بوتو، بيل بريسينغ، ترجع الكره الكونغوليه،
ترجي لحد الان يعني في ماتش ممتاز، والكره ترجع خطيره للفريق الكونغولي. رد بالك، كره ترجع للترجي، والكره ترجع للراقد حسين الراقد. فيها الكره على يانيك، فيها الكره على يانيك الكامروني جوزيف نيانغ. كره لجون كاسسولا. 18 دقيقه لعب في الشوط الثاني، كره تبقى كونغوليه. واحد يتقدم، ترجع الكره مره اخرى، والترجي عند الكره. المولي المولي العوادي وقف تماما، يظل التغيير يفرض نفسه، مش حتى تغيير تكتيكي انك من 4-5-1 باش تولي اكثر هجومي بالمساك، لا لا، لانه وقف العوادي خلاص بدنيا. اللاعب راجع من الاصابه بعد شهر، وفاء بدنيا، وفاء البنزين. كره وصراع الرجال، وكره ترجع لفريق مازيمبي. خطا لمازيمبي، خطا لمازيمبي، كره يعني هديه هذه لمازيمبي من لاعبي الترجي الرياضي. فاول، مش مشكل المولي، نرجع نركزوا. كرة صعبة، بوعزي فول، خوف من الانذار الثاني على فول، والامساك لبديل العواضي لأنه العواضي يوقف بدنيا. والكرة ترجع من عرضية كونغولية ورا الكونغوليين. أجواء كبيرة في استاد الكاموروندو في الدقيقة 19 تقريبا من زمن الشوط الثاني. كرة لما بين بوتو، التوزيع، وكرة ترجع بالراس، ممتازة من وليد الهجري. ممتاز وليد، ترجع الكرة عن طريق جوال كيموكيل انكولو كوتا. ترجع الكرة بالتوزيعة خطيرة، فماش اوف سايد، يتوغل الدفاع، خطيرة، والكرة ترجع من الترجي الرياضي. يا ستار يا ستار يا مانع الاخطار، كرة ترجع مرة أخرى، اكتب لنا خير الأقدار في مباراة مازيمبي الصعبة. ترجع الكرة للكونغوليين، مازيمبي يضغط الآن، كرة تدور مليح، تتهيأ جون كاسسولا يسدد كرة، والدفاع التونسي كرة بعيدة. ترجي 10 في الدفاع في هذه الدقائق الان بعد 20 دقيقة في الشوط الثاني. يلزم شوية نحكيه هجوميا ايضا. لحد الان الاولاد يعملوا في ماتش كبير، لكن ديما نقول الترجي يلزم يحاول يمشي يسجل. هنا خطأ، هنا خطأ على السامح الدربالي. لازم نشدوا كرة أكثر الآن في وسط الملعب. يخسروها بسرعة وترجع بسرعة لنا هجمات متكررة، حملات هجومية من كتيبة مازيمبي. 20 دقيقة لعب في الشوط الثاني، تماس باهي باهي باهي، ممتاز ممتاز للترجي الرياضي. كرة للترجي الرياضي، هذا الوافد الجديد كاسونغو على التشكيلة الكونغولية. النصف النهائي الثامن في تاريخ افريقيا لمازيمبي، بينما هو السيمي فاينل العاشر للترجي الرياضي التونسي. ان شاء الله بدنيا الاولاد يكملوا، لاننا نلعبوا في لوبومباتشي في 32 درجة بعد موسم ماراتوني. ترجع الكرة للترجي التراوي، كرة تمشي معاه، تحبه وتحبنا، يمشي التراوي، يبدا الهجوم، كرة للترجي الرياضي، يطلع الدربالي، الدربالي يسدد كرة من 50 متر الدربالي، 50 متر الدربالي. ترجع الكرة للترجي، ترجي كانوا تحسوا يلعب بعشرة، يانيك ما عندوش كل الفورمة متاع قبل، يجري يحارب، يحط اثنين ثلاثة في ظهره. كامروني أيضا استنزف من طاقاته، ما لقاش المساند الهجومية، لقى روحه يطلع هجوم يرجع دفاع. الحقيقة ساند برشا في الشوط الأول خاصة. المهم اليوم الترجي إن شاء الله يرجع بنتيجة طيبة، المهم ما نقبلش أهداف وما نخسرش في استاد الكامالوندو. ترجع كرة لمن؟ لفريق مازيمبي، مجدي التراوي. كرة ترجع كونغولية عن طريق لونغا أو كاسونغو. كاسونغو ترجع ليموندي، ليموندي للفريق الكونغولي تيبي مازيمبي عن طريق جون كاسسولا. جون كاسسولا في وسط الميدان، تتهيأ كونغولية لمازيمبي عن طريق جويل كيموكي. جويل كيموكي يمشي بالكرة، تيو كاندا يحط الكرة لكاسونغو، كاسونغو، والكرة ترجع من المولي. التماس لمازيمبي، 10 على 10 الاستراتيجية الدفاعية. طبعا في الكرة لما حاجتك بحاجة باش تضحي بحاجة، والكرة ترجع لمازيمبي. كرة خطيرة لمبوتو، مبوتو يسدد، رد بالك، كرة خطيرة من مابي تريزور، تريزور مبوتو يسدد الكرة. 27 سنة، 41 هدف في الكؤوس الافريقية، خطيرة جدا لمبوتو، لاعب مهاري. اياب على الهيشري، شوف لونشينمون تاع اللاعب الكونغولي والتسديد، سرعة مهارة وتسديد، يعني في لحظة الكرة الأخيرة لمازيمبي.
تمشي كرة طويلة عن طريق مواز بن شريفية. العواضي العواضي كرة في الوسط عن طريق جوال كيمواكي. جوال كيمواكي توا وقيت المساكني في رأي بداوا يهبطوا للملاعبية نتاعهم، بداوا يهبطوا للملاعبية نتاعهم، وإني أرى ثقبا في الدفاع وفراغا في الدفاع الكونغولي. يعطيه صفرة، يعطيه صفرة نومان دياز. خلاص يكتفي بالتنبيه الشفوي على لاعب جون كاساسولا. توتر الفريق الكونغولي. معلول يسيء المباراة اللي يلزم في مازيمبي، يصطاد الصعب أمام القوي مازيمبي. تمشي كرة طويلة، تمشي كرة طويلة للفريق الكونغولي. شوف الخطا لو نضغط شوية لقدام. ترجع الكرة عن طريق نكولو كوتا. نكولو كوتا والكرة خطيرة، ردوا بالك من اللعبات هذه العرضية. وتمشي المعز بن شريفية. ركنية، ركنية لمازيمبي، ركنية لمازيمبي، اصطدمت بالشمام والكرة تغادر إلى ضربة ركنية لإيلونغا الكونغولي. كرة في الركنية للفريق الكونغولي. لو تو بويسون مازيمبي يمشي للديو. ديو كاندا، ديو كاندا بالراس، وكرة برا، كرة برا. 10 على 10 اليوم، 10 على 10 من ناحية الدفاع. إن شاء الله فقط هجوميا نتوفق في كرة في السند من وسط الميدان في أحد الكرات. متفائل ومتأكد أنه ممكن نجيب بونتو اليوم في استاد كامالوندو. هذا الملعب الجديد اللي بناه على حسابه الخاص الرئيس، الرئيس مويس كاتومبي. تمشي كرة طويلة، تمشي لمن الأفضلية، مثله بالراس، الهربة يا فول، لا الكرة تقطع للغاني. ترجع كرة من جوال كيمواكي، جوال كيمواكي لإريك نكولو كوتا. إريك نكولو كوتا يطولوا في اللعب، هذه لعباتك يا يشري بن منصور. الدوزيام بال ياخذها الراقد، الراقد يرجع بالكرة عن طريق المولي، المولي برشا ديشي، برشا ميسباس وسط الميدان. الأولاد يتعبوا باش يرجعوا في الدفاع، نعطيوها نحن هناني بناني، قال التونسي. يلعب كرة بن منصور، بن منصور كرة، كرة طويلة في مناطق مازيمبي. إصابة لهاريسون أفول، هو هكا خارج باش يدخل بوعازي في دقيقة 70 الآن. والحكم نومان دياز يوقف الهجمة الكونغولية لإصابة الغاني. إن شاء الله لاباس هاريسون أفول. دكتور ياسين بن أحمد، دور كبير للإطار الطبي للمعد البدني والتكامل في ستاف الترجي الرياضي. مش سهل الترجي الرياضي اللي يلعب باستمرار من شهر، من شهر مارس، مارس 2011 ما توقفش، من مارس 2011 لعب فيهم بطولتين لتونس وكاس تونس، ثم نسختين من دوري ابطال افريقيا مع كاس عالم في اليابان، في اليابان. بطل افريقيا على فكره سيقابل بطل اليابان يوم 9 ديسمبر في الربع النهائي للمونديال الياباني، مونديال الانديه النسخه الجديده 2012، قبل ان تنتقل الصوره الى المغرب في نسخه 2013-2014 باذن الله. اتمنى ان يكون الترجي مره اخرى في اليابان، وضع في الايمان ان يكون الفائز عربي. في تواجد الاهلي ضد السانشاين 3-3 البارح، نتيجه ممتازه في نيجيريا في انتظار الحسم في برج العرب. بينما هنا الكره ترجع عن طريق اللاعب سونزو، سونزو يمشي لكاسوسولا، كاسوسولا لحسين الراقد، الراقد انت قابله، والدفاع ممتاز ممتاز. كره ترجع مره اخرى كونغوليه وسط الملعب عن طريق اللاعب جوال كيمواكي، جوال كيمواكي، جون كاسوسولا، جون كاسوسولا حاول يتوغل، جون كاسوسولا يوزع كرة، رد بالك هذه، برافو الدفاع، برافو الشمام، والتسديد رمتاتي الأولاد رجال، الأولاد رجال. يمشي يانيك نيانغ، يانيك نيانغ، يانيك يتقدم، نيانغ يدخل الكامروني، كرة لخطة للترجي الرياضي التونسي. نتحمس الآن المقابلة 20 دقيقة، خليها بستر الله الآن، هدي باش تعدي في قمة التحدي يا الترجي التونسي. 71 دقيقة مازال برشا كرة، برشا لعب. معلول لحد الآن يبقى على نفس الرسم، فريق رابح ما تبدلوش، هو فريق رابح بمعنى النتيجة اللي يحب عليها، أنه ما يتعذبش دفاعيا. الترجي يحاول يخطف كرة حتى بهذا الـ بهذا الديسبوزيتيف وبهذا الإفكتيف، الترجي قادر أنه يخطف كرة في رأيي. كرة من أفول، دربالي،
الخبرة في الترجي الآن مطلوبة في كامولوندو. سير والعشرين دقيقة هانت والكرة تمشي طويلة، ترجع بالرأس، شوف وسط الميدان يلعب في منطقتنا، يلعب في وسط ميدان ونحن نستناو فيهم، والكرة ترجع مرة أخرى عن طريق اللاعب أربعة إريك نكولو كوتا. إريك يلعب كرة طويلة، لاعب تكيا بن منصور، أما الله يهديك حط الكرة في الأرض وتلعب بها. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق الكونغولي عن طريق اللاعب جويل كيمواكي رقم اثنين. جويل يقولون مطلوب في نادي لانس، يلعب كرة طويلة، إيه صاحبي يلعب هكا، والكرة ترجع مرة أخرى عن طريق كريم العواضي. كريم العواضي إن شاء الله إن شاء الله يدخل أي لاعب آخر بصراحة، لأنه العواضي في رأي وقف بدنيا، وقف ما عادش قادر. ترجع الكرة شمام والتختم المولهي عندك أنت بن منصور والهيشري، والكرة من المولهي بلياردو الآن، والكرة تمشي مرة أخرى وسط الدفاع عن طريق موندي ترجع للاعب جوال كيمواكي كالعادة كولو كوتا يبنيه من اليمين، كولو كوتا يوزع كرة، ترجع من بن منصور كرة كل رجعت برافو، لكن حبوها ترجع في ساقينا، ترجع بتماس لمازيمبي، كرة عن طريق اللاعب كاسونغو للفريق الكونغولي، التسديدة وحارس من مرتين معز بن شريفية والدفاع، والكرة من الطاف الله، كرة خطيرة برشا لمازيمبي، أصعب كرة علينا في الشوط الثاني. ترجع كرة كونغولية ينصاب الحارس بن شريفية، تتوقف المباراة هنا، التسديدة تقريبا من 40 متر وبن شريفية لعب بالنار، كانت كرة خطيرة من لاعب ستوفيرا سونسو، وكرة الجول لنادي مازيمبي، ولكن الدفاع كان متواجد، كان عندنا برشا حذف الكرة الأخيرة أنه المهاجم متاعهم اتبع الكرة مخر. ربع ساعة يتنفسوا شوية، يشربوا شوية ماء، يقرب لهم معلول أو هما يقربوا له في المنطقة الفنية لآخر التعليمات. ترجي رياضي التونسي حاليا في مازيمبي 0-0، إن شاء الله هذه الاستراتيجية لحد الآن ناجحة تكمل على خير، إنه ديما نقول العبرة بعد صافرة الحكم نومان دياز. الجماهير هذا التونيو تاع زامبيا، هذا ماني قلت لكم أنه يكون أهل من أحد اللاعبين أو يكون الجمهور الزامبي العايش في كاتانجا، لأنه فريق قريب على الحدود، يدخل خالد العياري. الآن هذه خيارات نبيل معلول، مفاجأة من الحجم الثقيل كنا ننتظره ممكن يوسف المساكني، يدخل الآن خالد العياري هو اللي على بوابة الدخول، بديل لمن العياري. معلول الآن نقرأ فكرته، ما نعرفش صحيح ولا لا، ها والكامروني يشوت، والكرة ترجع مرة أخرى، نقرأ فكرته في هذا الاتجاه أنه يوسف المساكني ما يساعدوش اليوم لأنه ما يدافعش، يهاجم باش يخلي ممكن فراغات، باش يخلي برشا ضغط هجوم المنافس، يفكر في اللاعبين اليوم اللي كما قلت الديستريكتور يكسروا اللعب بتاع المنافس. كل الطرق تؤدي للشامبيونز ليج، كل الطرق تؤدي للغاية الأكبر هي الفاينل، المهم إن شاء الله نتوفق إلى 90 دقيقة وما نقبلش هدف. الآن ترجي إذا ما يسجلش يلزم ما يقبلش. ترجع الكرة مرة أخرى للفريق الكونغولي، والكرة ترجع للترجي الرياضي، تتهيأ الكرة مرة أخرى لمازيمبي، خطيرة جدا مازيمبي عنده الكرة، لكن الدفاع ممتاز لمولهي شوف البريسينج، وخطأ للترجي الرياضي لخليل شمام، كرة ستعود للترجي الرياضي لشمام. خلنا في الرمق الأخير، الربع ساعة الأخيرة هنا في استاد مازيمبي. مازيمبي تحسه متوتر، ما لقاش حلول مع كل الوقت يداهم في الكبير الكونغولي أمام العريق التونسي، ويدخل خالد العياري بديل لهاري الصنافول، هذا هو التغيير الأول من قبل نبيل معلول. هنا اختيارات المدرب العربي رقم واحد اللي حقق الشامبيونز ليج، باعتبار ولا مدرب عربي ربح الشامبيونز ليج إلى حدود العام الماضي اللي حققها نبيل معلول. الأندية العربية سيطرت على المسابقة لكن بأسماء أجنبية، أوسكار فولوني، مانويل جوزي، بيرترون مارشان. كرة ترجع من شمام، يمشي خليل شمام، كرة ترجع عن طريق جوال كيمواكي وسط الميدان، وحدك هاتي كرة للراقد،
حسين الراجد يمشي لخالد المولي دقيقة 77 عن طريق المولي. المولي يلعب كرة طويلة وتمشي سهلة للحارس. كرة سهلة للحارس روبير كيديابا عن طريق جوال كيمواكي. جوال كيمواكي ايموندي ايموندي بوتو بوتو كرة في المنتصف. قراءة جيدة المنافس اليوم تعطينا لحد الآن هذا السير والمسار للمباراة. كما قلت ماهوش لماشين دوغير آلة حرب الفريق الكونغولي، فريق قوي فريق محترم لكن بنفس الإمكانيات، والترجي أيضا عنده تاريخه وتواجده في إفريقيا. كرة ترجع مرة أخرى لسامتا، سامتا وكرة للترجي الرياضي. تخرج الكرة مرة أخرى عن طريق الكامروني، يمشي جوزيف يعني كنيانج، يعني كنيانج معزولين هجوميا بطبيعة الحال. ترجي مقسوم يعني الدفاع ولاعب في الهجوم وحده ما توصلوش الكرة، وحده أيضا بين اثنين وثلاثة ما يقدرش يتعدى اليوم. هو الكامروني حصل تماس باي جوزيف يعني كنيانج. جوزيف يعني كنيانج خالد العياري المساندة أكثر الآن الدفاعية في آخر الأوقات تتأجل معركة الحسم إلى رادس، هذا مما لا شك فيه، وترفع الرايات التونسية ورايات الترجيين والمكشخين هنا في السمايل وبومباتشي ملعب الكاملوندو. يعني كنيانج علي السماتة، علي السماتة ترجع الكرة للفريق الكونغولي. إيموندي إيموندي كرة لنادي مازيمبي عن طريق مابين بوتو. مابي يمشي بوتو يمشي بوتو يوزع كرة خطيرة ويخرج المتألق معز بن شريفية. بن شريفية للدربالي، دربالي كرة خطيرة جدا وهدية من دربالي. مش معقول لولا رعونة الهجوم الكونغولي لمازيمبي لكان الهدف الأول. حذاري حذاري اشتعمل يا سامح اشتعمل. المرة الأولى سماح، المرة الثانية مسامحينك، المرة الثالثة سامحناك، المرة الرابعة نتوقف شوية ونشد على أيديك، أشد على أيديكم في هذه الدقائق وأناديكم. جماهيركم تناغيكم والكأس يناجيكم، والصغير إلى الكبير يلاغيكم يا بن شريفية. يمشي معز بن شريفية. وليد الهجري، كرة من وليد الهجري. مستوى الشوط الأول كان أكثر فنيا، هذا الشوط الثاني كان تكتيكيا وبدنيا معركة الرجال في لوبومباتشي. 10 دقائق، 10 دقائق وصلنا ل 80 دقيقة. العياري وكرة في ضربة مرمى للحارس روبر كيديابا. كرة من كيديابا، توتر كبير يوصل الجمهور. سيدخل الآن شاكر الزواغي. شاكر الزواغي، هل سنلعب ثلاثة في المحور على حساب لاعب وسط، أم سيكون للترجي الرياضي ومعلول خياراً؟ وشاكر باش يكون وسط الميدان دفاعي بديل العواضي. كرة في التماس خرجت، خرجت للترجي الرياضي. يا رب 80 دقيقة لعب، 80 دقيقة لعب، 8-0 في 0-0 يعني ما زالت 10 دقائق. اتصل على لومبومباتشي لتجد الإجابة والجواب. الترجي يواصل رحلة الامتياز بالنتيجة هنا في مازيمبي 0-0. نعم يدخل شاكر الزواغي بديل لمن؟ ما شفناش الصورة لكن بسهولة إن شاء الله نطلعوا التغيير. أنا نصور خرج العوادي، العوادي يدخل شاكر وسط الدفاع، وسط ميدان دفاعي، فماش تغيير. اثنين في اللاكس كالعادة، والكرة ترجع عن طريق اللاعب ستوفيرالي سينجلوما. أكثر فريشور الآن وسط الترجي، تغييرات في وقتها بالنسبة للمعلول. التغيير الأخير باش يكون لمساكني ممكن في الدقائق الأخيرة على 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 نيانج. هذه ذكرنا بمباراة القاهرة لما كل انتظارات الدراجي والمدرب معلول. صراحة الفول فهر كمدرب أنك ما تلعبش مساكني، ربي معاه وربي مع الترجي والكرة التونسية. الفول فير معناها ماتش كيما هذا انت ونتيجه الان صراحه باش تحكم فيك النتيجه في الدقائق الاخيره، لكن يلزم عندك في مخك انك تدافع على استراتيجيتك. لحد الان الاستراتيجيه ماشيه، ترجي جاي باش ما يخسرش لحد الان 0-0. والكره ترجع مره اخرى لمازيمبي. شاكر الزواغي يدخل، عاوننا شويه يانيك. والكره ترجع عن طريق جوال كيمواكي. جوال كيمواكي يمشي ليموندي، ايموندي بطل افريقيا مع زامبيا. يوزع كره، كرة عن طريق ديوكاندا، والكرة العياري والتوزيعة، والكرة ترجع من وليد الهيشري. بيع الكرة، برافو وليد الهيشري، كرة بعيدة. ترجع كرة مرة أخرى لمازيمبي.
كرة للفريق الكونغولي، كرة تمشي عن طريق كولو كوتا، كولو كوتا يوزع كرة خطيرة، وحذاري حذاري كرة ترجع مرة أخرى عن طريق كاندا، قدم له الدربالي ما يوزعش، ترجع كرة بالراس مؤخر التالي الدربالي ويخليه سنتر بلغة الكرة، نرجع الكرة أخرى ونرجع بلغة أخرى، ضاد والتسديد ركنية، ركنية في الدقيقة 82، ركنية في الدقيقة 82، كرة ترجع لمازيمبي، كرة ترجع بعد تسديدة إيموندي، ضغط رهيب في هذا الشوط الثاني لمازيمبي، الشوط الأول كان أكثر توازن بين ظفرين وقفناهم في مناطقهم في الشوط الأول، الشوط الثاني يعني لعبوا في مناطقنا شوط كامل تقريبا. إن شاء الله نواصلوا الصمود، يدخل رقم 14 سينكالا، سينكالا والتوزيع والرأسية وكرة برا، كرة برا ما دام ما صاحش الجمهور في غياب الصورة ما فماش جول والحمد لله. يدخل سينكالا، يدخل سينكالا في تشكيلة الفريق الكونغولي. هو توا وليت نشك أنا يعني مازيمبي الكونغولي الزامبي، لأنه أيضا سينكالا هو لاعب منتخب زامبيا. 83 دقيقة في استاد الكامالوندو، لوبومباتشي 0 الترجي 0 المازيمبي. 7 دقائق، 7 دقائق الأولاد، مصير نهائي في السبع دقائق، في السبع دقائق اللي عملتوه يلزم تكملوه، اللي بديتوه يلزم تستكملوه. تركيز، قتالية ورجولة في هذه المباراة بآخر الدقائق. كرة تمشي للترجي الرياضي عن طريق العياري، غياب تام للهجوم في الشوط الثاني، لكن الترجي الرياضي واقف مليح في الدفاع. معلول جالي كسر شوكة مازيمبي في لومبومباتشي، وحاليا هو كذلك في 0-0. النصف النهائي يلعب على واجهتين، الذهاب يلزم التعاملوا معه بشكل جيد ويلزم نحسنوا الياب، كما قلت لك لازم يدخل النمس، لازم يدخل يوسف صياد الوسود، لازم يدخل يوسف لوغران هنا في ستادي مازيمبي. يخرج جوزيف يانيكنيانغ، تاريخ أسطورة، 5 دقائق تدخل تجيب بوندو الربح. يوسف صياد الأسود والفهود والنمور والقرود يا ولدي. كرة ستعود لفريق الترجي الرياضي من التماس، يدخل تتناوش، تحس نفسك منتعش، تحس نفسك قادر تسجل يا أخي، سحر اللاعبين النجوم والسوبر ستار اللي قادر على الإضافة. طبعا هي 5 دقائق، 5 دقائق، لكن في كرة القدم كل شيء ممكن. إن شاء الله يوسف يبدأ مركز فقط ذهنيا. كرة تخرج لتماس، ركز لي أنت في الدفاع فقط يا الترجي، رباعي خط الظهر، ترجع كرة مرة أخرى التغطية، يشري حط بدنك أوت، لا كرة ركنية، ركنية لنادي مازيمبي، ركنية لمازيمبي، ركنية لجيفن سينغولوما بطل افريقيا اخر من زامبيا. رد بالك الراسية، يخرج معز، تبارك الله عليه، خميس عليك يا بن شريفية. 85 85 85، شجع وصفق واللي خاف يروح. كرة ترجع للترجي الرياضي التونسي لبن شريفية، معز كرة طويلة، معز يلعب الكرة عن طريق اللاعب رقم 4، يمشي ريك الكولوكوتا، اريك لي جويل كيمواكي، اضغط يوسف، اضغط يوسف، اضغط المساكني. كرة ترجع مرة أخرى للحارس، باهي هكا ربحتنا في 30 ثانية. هنا تتكلم بلغة الثواني في مباراة لوبومباتشي. جويل كيمواكي، كيمواكي في كرة تتهيا مرة أخرى لشاكر. 86 دقيقة، بريم يذيع من هون يجيك من هون. ترجع كرة في الدقيقة 86، 86 14 ثانية. ما أقساك يا كرة القدم، اكتشفك مرة أخرى كم أنت معذبة للقلوب، كم أنت مرضى للقلوب. فبيلقاو السبب الرئيسي لعلة القلوب، عافانا وعافاكم الله، سيجدونها هذا الجلد المدور، سيجدوه هذا الجلد المدور ويجدون هذه الكرة المجنونة. 87 دقيقة، أنا نحبها 87، أنتم تحبوها في 90. ننتظر الخواتيم من وليد الهيشري. كرة تمشي لفريق الترجي، شدوا كرة، نلعبوا مع يوسف كرة، خلي يشيخ الجمهور في لقطة على الأقل، لحظة الوداع في لومبومباتشي. كرة تمشي بالشمام، عملنا تغييراتنا ثلاثة، نذكركم العياري بدل يافول، تخلم بعد شاكر الزواغي بديل العواضي، ثم يدخل يوسف المساكني بديل الكاميروني يعني كنيانك. أصعب الدقائق، أصعب المحطات، لأصعب اللحظات بآخر الردهات، ختامها أن يكون مسك إن شاء الله
والكرة ترجع مرة أخرى كونغولية مازمبيا للتوزيع، رد بالك بالراس والتسديدة. برافو برافو، ممتاز الراقد الراقد فيق فيق العياري، ترجع الكرة للترجي عن طريق الدربالي، دربالي ثقة باهية لكن مش هكا يا ولدي، ترجع الكرة مرة أخرى عن طريق رقم أربعة، يمشي ريك نكولو كوتا، الضغط والكرة ترجع للحارس بن شريفية، معز بن شريفية، معز بن شريفية، الترجي صفر مازيمبي صفر. يوسف المساكني الزلوم كيما نتخيلوا أنا كيما نتمناه أنا. ترجع الكرة للترجي الرياضي، كرة ترجع، شفت المساكني امتيازاته كثيرة لكن عنده عيب ما يرجعش الدفاع، وهنا أنا أبرر اختيار مدرب. شوف الآن الكرة ترجع لمازيمبي، أضغط شوية أضغط شوية يوسف، ترجع الكرة للفريق الكونغولي، واحد يقدم شي شوتو، ترجع كرة مرة أخرى تباكم بوتو والتسديدة والكرة برا، كرة برا في الدقيقة 89 يا ولدي. ترجع الكرة لفريق الترجي الرياضي التونسي هنا في سماء لوبومباتشي في استاد الكاملاندو. كرة من معز بن شريفية، كرة ترجع مرة أخرى عن طريق بن شريفية، ترجع بالرأس شاكر الزواغي، كرة لمازيمبي عن طريق الدفاع. الشعب يريد 60,000 في استاد رادس سيادتها الداخلية، نحكي الوزارة إن شاء الله مع التنسيق بوزارة الشباب والرياضة، الجمهور التونسي له من الوعي الشيء الكثير، ما تخافوش هذه النتيجة إن شاء الله إن شاء الله تكمل 0-0 وتقودنا للفاينل. ترجع الكرة مرة أخرى لفريق مازيمبي، 89 89 عن طريق إيموندي، إيموندي الدقيقة الأخيرة، سنتكلم في الخواتيم، في كرة بانطلاقة وين القدام تقدم امبوتو امبوتو يحط كرة خطيرة برشا مش ممكن. الحمد لله الحمد لله، الترجي في النهائي بهذه الكرة، الترجي في النهائي بهذه الكرة، مش ممكن يضيعوا كاسونغو، أول مرة يضربونا، أول مرة من الدفاع يعذبونا، أول مرة يدخلوا من لاك سنترال بين بن منصور والهيشري. ركز العبرة في الخواتيم، لماذا لا يضغط وسط الميدان هنا؟ وينو شكر الزواغي والترامي والمولي والراقد؟ والكرة تمشي بوتو يعطي باس، هنا كاندا وهنا سينجول مو سينجولوما 27 كاسونغو سامحنا، كاسونغو سامحنا في دقيقة 90. آه يا ترجي العاصمة، في دقيقة 90 نخسر. ترجع الكرة بالراس عن طريق الهيشري، الهيشري ما تطيحش توا، والكرة ترجع عن طريق الفريق الكونغولي، رد بالك يسدد، وكرة ترجع كونغولية خطيرة يا ستار. آخر كرة بوتو، والدفاع ممتاز ممتاز الترجي الرياضي. كم سيضيف الحكم، كم سيضيف الحكم، يلزم تلعب في استاد لومباتشي باش تعرف المعاناة، المعاناة الكروية. وممتاز الهيشري، والدفاع دفاع الوسوط، دفاع الفهود يستهسد من أجل راية وهلال، من أجل نجمة وهلال. كرة تخرج الدقيقة الأولى، الدقيقة الأولى من الوقت البديل، كرة عن طريق رقم أربعة عن طريق نكولو كوتا، كولو كوتا تمشي السينكلا من غير خطا يا دربالي. كرة ترجع مرة أخرى دقيقة لعب، أضغط أضغط، كرة ترجع للفريق جوكا سيسولا، واحد يقدم له، واحد يقدم، وكرة خطيرة ترجع مرة أخرى، والدفاع شد كرة شد كرة مرة خطيرة جدا، سامحوني 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 سامحوني. هو كرة تمشي برا للترجي الرياضي، كرة تمشي مرة للركنية، يقول الحكم ركنية دقيقة نص، سامحوني في الدقائق الأخيرة، مسألة أعصاب الآن، نعرف بعيدة كل البعد على التعليق، فاعذروني، فهذا وطني وهذه بلدي وهذا ممثل لوطن. في كرة ترجع بالرأس خطيرة، وخطأ للترجي الرياضي، خطأ للترجي الرياضي التونسي، خطأ للترجي الرياضي التونسي، رجعنا الكرة وين ماشي، خطأ للترجي وانذار، ورقة صفر على 16، عنده ورقة حمراء يا حبيبي يا حبيبي، الحمراء على ستوب في راس سونزو، لاعب مهم جدا في وسط الميدان، لاعب مهم جدا في وسط الميدان، سيغيب عن معركة الرجال هناك في الملعب الأولمبي برادس. الترجي الرياضي التونسي في تعادل ثمين، تكفي المعلومة أنه فريقين أو ثلاث فرق فقط في التاريخ من العرب لم يهزموا في لومبومباتشي، وفاق ستيف
الزمالك المصري والهلال السوداني. الترجي يقترب من أن يكون رابع نادي في تاريخ القارة السمراء لا يخسر في المقبرة لمبومباتشي. ما زالت دقيقة ولا دقيقتين يا ربي يا علي. كرة ترجع عن طريق ديابا، يلعبوا عشرة والتوزيعة، والكرة تمشي لمن؟ الرصية من وليد، والكرة بن منصور. بعد الكرة دالي بن منصور. كم أضاف الحكم. القلب يدق واللسان يتكلم والصمت ينتظر لحظة الانفراج. ترجع كرة للفريق المازيمبي عند المولي. كرة ترجع للترجي الرياضي بهدوء يا العياري، بهدوء أكبر يا الدربالي. ثلاثة دقائق صفر يا نومان دياز يعطي درس في التحكيم الإفريقي. ستة سبع انذارات، ورقة حمراء للفريق المحلي، 10-10 يا ليفواري. ترجع الكرة، حبيت الكرة في التراء، الكرة اليوم كانت في الميدان. ترجع الكرة، هذا موشي كوكو، والكرة ترجع للكونغوليين. قد زدت يا رومان دياز، مش ما نبدلش رأي يا زفر. والكرة ترجع عن طريق الأربعة والله ضاع لسه مريك نقولو كوتا، والعملاق المعز بن شريفية. هدي يا ولدي لنعبر كل المحن. الترجي سيعبر مازيمبي، ومازيمبي قد يغادر السباق. النهائي العربي يقترب. الأهلي 3-3 في سانشاين. ترجي مازيمبي حاليا 0-0. أربع دقائق. ترجع كرة عن طريق الخطأ، لمسة يد على المولي، ارجع ركز المولي دور. كرة ترجع عن طريق مبوتو، تريزور ما بين بوتو، كرة من تريزور، ممكن آخر كرة لمازيمبي، آخر كرة لمازيمبي. صح عليكم تتفرج وانا نعلق. صعوبة كبيرة وخطيرة، والدفاع يتصدى، وكرة برا، كرة برا ومرت من الطاف الله. خلاص. الترجي سيعبر أرض الكونغوليين، أرض الوحوش تبع مازيمبي، بنتيجة بيضاء. لكن ما تنساوش، ما نبداوش نطبل وما نبداوش نتكلموا برشا، راهو مازال اللقاء صعيب، راهو بلغة الكرة الطرح مازال صعيب برشا هناك في رادس. حتى ترجع الكرة، زفر عادي يا رومان دياز، وين تخلنا الخمسة دقائق يا اخوي. ترجع الكرة مرة أخرى لفريق مازيمبي، تمشي كرة طويلة، ترجع لمن؟ للدفاع، خطيرة جدا، الكنترول صعبة برشا، يدور والحارس، وكرة سهلة، كرة سهلة عن طريق المعز بن شريفية. زفر يا نومان دياز. خليل شمام، الترجي الرياضي التونسي مازيمبي 0-0. سامحني في هذا المثال التونسي، المثال التونسي يعرفوه الكبارات الزمنيين. سيف سيريك ولانجار يا مازيمبي، سيف سيريك والمطار يا مازيمبي. السيف سيري بالتونسي هو الرداء، هو الثوب، والثوب الاصفر الاحمر يطغى الليله في لوبومباتشي.